الأول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. بداية، كانت بعض البيانات الإيجابية التي تركت أثرا إيجابيا أيضا على مؤشر الدولار وحالة من عدم اليقين لدى التوترات الجيوسياسية، يستفيد منها الدولار كملاذ آمن، كيف تصف أداؤه خلال هذه الفترة؟ صباح الخير. بالفعل يشهد الدولار الأمريكي ارتفاع مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليتم تداول الدولار الأمريكي اليوم مقابل سلة العملات عند أعلى مستويات منذ نحو عامين من الزمن. وجاء هذا الارتفاع بعدما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي والصادر من ISM ارتفاع في قيمة المؤشر، ليظهر تسارع نمو القطاع، بينما في دول أخرى نشهد انخفاض ملموس في مؤشرات مدراء المشتريات اللي تظهر تباطؤ أو انكماش، كما أظهرت اليوم بيانات مؤشرات مدراء المشتريات لقطاع الخدمات الصين التي أظهرت أكبر انكماش أو ثاني أكبر انكماش تاريخي للصين، وهو الانكماش الأكبر منذ انكماش جائحة كورونا. هذه البيانات أعطت المتداولين سبب للاعتقاد بأن الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة على الأرجح الشهر المقبل بخمسين نقطة أساس. أضيف على ذلك بأن التوترات الجيوسياسية التي تتفاقم حاليا في منطقة شرق أوروبا انتظارا لإعلان أو توقع إعلان دول أوروبية المزيد من العقوبات على روسيا، والتي تشمل ما قيمته 9 مليارات أو ما يعادل 9 مليارات دولار أمريكي سنويا من صادرات روسيا، بينما سيتم منع روسيا من استيراد بحوالي 10 مليارات دولار، وهذا يؤثر على الأسواق المالية ويدفع المتداولين لطلب الدولار، مع انتظارنا أيضا اليوم لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي. نعم أستاذ سركيس، يعني كما تفضلت، من المتوقع فرض المزيد من العقوبات على روسيا، وهذه الضغوط تزيد من يعني الضغوط أيضا على المنطقة الأوروبية بالمجمل. كيف يعني ترى تأثر اليورو وأيضا في ظل الارتفاع الحاصل في مؤشر الدولار وأسعار الدولار؟ بالفعل اليورو هو أحد العملات الأكثر تضررا من الأزمة الجيوسياسية وانتظار فرض العقوبات. العلاقات التجارية في أوروبا ككل ومنطقة اليورو على وجه الخصوص هي علاقات تجارية ضخمة مع روسيا، والعقوبات قد تتسبب في صدمة اقتصادية ليس فقط على روسيا بل أيضا على منطقة اليورو، مما أضر في اليورو لينخفض هذا اليوم لمستويات الدولار وثماني سنتات أمريكية، مقارنة في مستويات اقتربت من دولار واثنى عشر سنتا أمريكي الأسبوع الماضي. من هنا نلاحظ بأن المتداولين حاليا يقيمون المزيد من التباطؤ بل الانكماش في منطقة اليورو، ليتضرر اليورو بذلك مع أي تفاقم أو توقعات في عقوبات من الدول الغربية على روسيا. نعم، وإذا كما لاحظنا ارتفاع الدولار مقابل الين الياباني وأيضا يعني بعض التذبذبات على الفرنك السويسري، الملاذات الآمنة، كيف تصف أداء هذه العملات مقابل الدولار؟ الآن بالنسبة للين الياباني فمعاناته كبيرة أمام الدولار الأمريكي، ليتم تداوله اليوم عند 123 ين لكل دولار أمريكي واحد. الفرق بين عوائد السندات في اليابان والولايات المتحدة وتحديدا عوائد سندات استحقاق 10 سنوات ارتفعت اليوم إلى 240 نقطة أساس. هذا يدل بأن السندات الأمريكية ارتفعت إلى أعلى مستويات منذ عدة سنوات فوق 2.6%، بينما السندات اليابانية ما زالت عوائدها منخفضة جدا، وهذا ما تسبب في تدفقات سيولة إلى الدولار الأمريكي. من ناحية أخرى كما تفضلت، الين الياباني والفرنك السويسري هي من عملات الملاذ الآمن والتوترات الجيوسياسية، وهنالك أيضا مخاوف من تباطؤ اقتصادي دولي تدفع المتداولين إلى هذه العملات، لكن أمام الدولار ما زال الدولار يستفيد من فروقات عوائد السندات إن كان أمام الين الياباني وكذلك الفرنك السويسري. نعم، المحلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.